ولمزيد من التفاصيل حول نتائج الاجتماع بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لدعم الصومال في مواجهة أزمة الجفاف، وافتنا مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم بهذه الرسالة. بعد التحية نتابع معكم من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تفاصيل الاجتماع الذي يعقد بين الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط ومنظمة الأمم المتحدة. هذا الاجتماع الذي يأتي على مستوى كبار المسؤولين لدعم الصومال في مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد. إذا تحدثنا عن تفاصيل وأهم الأهداف التي تأتي في هذا الاجتماع، فهي ضم كل الأطراف الفاعلة في القضية الصومالية للقيام بدور أكبر، وذلك في ثلاثة مجالات رئيسية هي الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الغذائية، وذلك طبقا لمسارين. المسار الأول قصير المدى ويأتي في الاستجابة للاحتياجات الطارئة للصومال والشعب الصومالي، أما المسار الآخر فهو يأتي على مدى زمني أطول عبر ترميم قدرة الشعب الصومالي للتعامل مع كل الأوضاع. كما أكد أيضا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي خلال اجتماع اليوم إلى أن الاجتماع ليس الهدف منه الحصول على يعني تعهدات أو مانحين، خاصة أن احتياجات الشعب الصومالي واحتياجات الصومال ضخمة في مواجهة موجة الجفاف التي تمر بها البلاد، ولكن الهدف الأساسي هو تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية من جهة وأيضا المنظمات الدولية ممثلة في الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي من ناحية أخرى لتحقيق مصالح الصومال ودعم الشعب الصومالي. أيضا بنشير إلى أن هذه الأزمة التي تمر بها الصومال فهي الأسوأ والتي تضرب البلاد منذ عقود، حيث أنه يعني مر أكثر أو ما يقارب من 5 سنوات على الصومال لم تسقط عليها أمطار، وهناك نقص كبير في الأمطار منذ 5 سنوات أدى إلى أن أكثر من 7 ملايين شخص من الشعب الصومالي، يتحدث عن يعني ما يقارب من نصف الشعب الصومالي، يواجهون أزمة الجفاف وموجة الجفاف. أيضا أدى ذلك إلى نزوح نحو 1 مليون شخص للبحث عن موارد غذائية. فإذا يأتي هذا الاجتماع الذي تم عقده اليوم من أجل تضافر الجهود ليس فقط على المدى القريب عن طريق تقديم المساعدات للشعب الصومالي المتمثلة في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية، ولكن أيضا على المدى الطويل عن طريق تقديم الاستثمارات داخل الصومال من أجل رفع قدرة الشعب الصومالي للتعامل مع هذا التغير المناخي الذي أدى إلى وجود أزمة جفاف تضرب البلاد منذ سنوات وربما تستمر أيضا لفترات قادمة. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.